السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. الشعر يعبر عما يختلج في نفس الكاتب الذي يتحدث بلسان أمة. الشعر مرآة لا تنكسر، ينعكس فيها الأمل الحي الذي لا يموت. هذا الأمل الذي ما زال حاضرا في قلوب كل المظلومين المتطلعين إلى صباح خال من الظلم والاستبداد، ومن أجله تكافح كل الشعوب الحرة. ضيف هذه الحلقة من سوريا الشاعر الأستاذ أحمد جواش. أهلا بك في بيت القصيد أستاذ أحمد، حللت أهلا ونزلت سهلا. حياكم الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، لكل إبداع غاية كما تعلم، فما هي غاية الشعر المثلى من وجهة نظرك؟ أعتقد أن الإنسان وجد على هذه الأرض لهدف حدده خالقه جل في علاه بقوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طلب منا إعمار هذه الأرض، والإعمار لا يكون إلا بعلم، لا يكون إلا عن علم. وبالتالي أزعم وأرجو أن أكون صادقا، رصدت عمري كله في سبيل قضية هذه الأمة والظلم الذي وقع عليها، فكانت كتابات الشعرية تصب في هذا المجال. يا سلام. حدثنا عنك قليلا، شيء من سيرتك الذاتية، أخبرنا عما تحب أن نعرفه عنك، تفضل أستاذنا. أنا أحمد رزوق الجواش، من مواليد بلدة طيبة الإمام في محافظة حماة السورية. ولدت كما تقول الوثائق 1944، إذا وصل العمر إلى 80 أو تزيد أو اقتربت من 80. ما شاء الله. عملت أكثر حياتي معلماً، لأنني حصلت على أهلية التعليم الابتدائي في 1965، ثم درست اللغة العربية ودرست الحقوق، فنلت الإجازة في الحقوق 1975، ولكني لم أوثر العمل بهذه الإجازة، ففضلت العمل في التدريس بين سوريا والمملكة العربية السعودية وتركيا، والآن تفرغت للكتابة في بلاغة العبارة في القرآن الكريم. ما شاء الله، تجربة عريقة ومسيرة طموح مكتمل امتدت على مدار سنوات يعني حافلة بكل الإنجاز. نسأل الله لك مديد العمر أستاذ أحمد، فمثلكم حينما يعمرون إنما يزهرون في تربة الإسلام الراسخة الوطيدة وفي تربة العربية التي ننتمي إليها ونحب. إلى أولى القصائد التي تود أن يعني تشنف أذهاننا بها أو آذاننا وتمتعنا بأدائك الجميل وإلقائك الأجمل أستاذ أحمد، تفضل. بارك الله بكم. اسمحوا لي أن أتقدم بتحية إلى كل الثائرين ضد الظلم الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا سلام. فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إليهم أقول: أزكى السلام على أندى الأنام يدا، ممن عرفت ومن لم ألقهم أبدا، السابقين إلى العلياء تحملهم عزائم، أرضعوها الجد والجلد والمدلجين بهذا الليل، نحو غد يقربون من الأحلام ما بعدا، والحافظين لبيت العز حرمته، والواقفين على أبوابه رصدا، وكل من قام للأمجاد وهو لها أهل، فأرخص فيها النفس والولد ولا بلاغة إن لم تلتمس نسبا من الكرام، يقيم المتن والسند والفضل منبعه كف الذين أتوا هذه الحياة شهودا،
وارتقوا شهداء. الله الله الله، يا سلام يا سلام، ما أجملها من بداية. طبت أستاذ أحمد، ما شاء الله عليك، أنت شاعر ينتمي إلى وجع أمته. أستاذ أحمد، عن دور الشاعر بالاصطفاف إلى جانب المظلومين ومواجهة كل مخططات الاستبداد، حدثنا في هذا الموضوع، تفضل. لا أعتقد أن من منطق العدل، من منطق الحق، أن يكون الإنسان الذي متعه الله ببصر وبصيرة ألا يسخر كل إمكاناته للوقوف في وجه الظلم ولإيقاظ النائمين ما أمكن. نعم. وبالتالي من كان صاحب كلمة عليه أن يوظف كلمته في هذا المجال. يا سلام. نعم، وأزعم مرة أخرى أنني بفضل الله سبحانه وتعالى لم أكتب شعرا إلا لهموم هذه الأمة أو في مدحه صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، أو في ذكر من هي أولى الناس بحسن الصحبة، أمي، أمك، أمهات كل المسلمين. يا سلام. الذين أحسنت تربيتهم فعرفوا الطريق وساروا. أحسنت أحسنت، وفعلا مثل هذا النموذج من الأمهات يستحق أن تكرس له يعني القرائح، وأن يسيل مداد الحبر من أجل يعني أرواحهم المقمرة شعرا. أستاذ أحمد، أريد منك أن تعتدل في جلستك قليلا إلى الوراء حتى نراك بشكل جميل، وأنت جميل بكل الأحوال. نريد أن تقرأ لنا قصيدة جديدة تكون عيدا لنا لا ينقطع ولا ينتهي. اقرأ لنا ما تحب من قصائدك العذبة الممتعة الرائعة، تفضل. سمعته يقول: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. نعم، هذا ما قالوه. فرددت عليه بالبراءة: برئت من إرث أجدادي ونصح أبي، وخاب من قال إن الصمت من ذهبي. لعنت كل لسان لا يثور على ذل القيود، وهذا الزيف والكذب، ومن يسافد طهر الحرف متكئا على الفقاعات في تاريخنا العربي. الله الله، أعد لو سمحت متفضلا. لعنت كل لسان لا يثور على ذل القيود، وهذا الزيف والكذب، ومن يسافد طهر الحرف متكئا على الفقاعات في تاريخنا العربي. ومن يهاب غمار النطق وهو يرى أمامه الحق مذبوحا على النصب، حتى غدونا إذا ما الحرف راودنا عن نفسه نحبس الأنفاس في الهرب، كأن عوراتنا حلت بألسننا وكشفها غاية في قلة الأدب. الله، كأن عوراتنا حلت بألسننا وكشفها غاية من قلة الأدب. الله، ما أجملك. الله الله، تفضل. يا صامتون، كأن القبر يسكنكم. يا سلام. والموت يرصد همس الحرف عن كثبي، من ذا يلوم عذار الحرف إن سفرت ومزقت كل ما للصمت من حجبي. ومن يحرم إن مادت بألسنكم أركانها والمنايا سيف محتطبي. لو كان ذاك لكان الرسل دون فم ولم يخاطب بإصبع سيد العرب. الله، ماذا يفيد لسان ظل معتقلا في قعر فكين من وهم ومن عطب
ولم تزين سماء الحق أنجمه ويرجم ال ولم تزين لا عليك، لا ولم عليك، تفضل تزين أكمل. سماء الحق أنجمه ليرجم العار والبهتان بالشهب ولم يكن مثل سيف في تجهمه جهنم الله، وشفاط الحرف من لهب. يا سلام. يا ساكتون على أعراض أمتكم تغتالها عصبة مجهولة النسب، أوحى إليها ضلال السامري بما أوحى، فصارت عجول العصر من خشب، ما زال فرعون حيا إذ تقمصه في حيكم 1000 مأبون و1000 غبي. يا من جعلتم كلاب القصر آلهة تدعونها رغبا والبعض عن رهبي وتسجدون لها، والبطن خاوية فلم تزدكم سوى ذل، على السغب قتلتم الصبر صبرا في لعل عسى، قتلتم الصبر صبرا في لعل عسى، وقد هرمتم ولم تجنوا سوى التعب، فمزقوا الصمت واغتالوا السكوت، أما مللتم النفخ في مثقوبة القرب. والله وليشمخ الحرف يمحو كل ما ورثت أجيالكم من خزاياها مدى الحقب، وأطلق الصوت زلزالا ولا تهنوا، فما لمن هان بعد اليوم من عتبي، وكيف تعذر خيل الخير يقتلها لجام يقتلها لجامها، وخيول البغي في صخبي، وإن تمنع قصر فالقصور بكم من بعد ما كشف العورات صوت صبي. يا الله، برئت من جامع، برئت من جامع حتى مآذنه طاقت به، يا الله، فمضت تشكوه للسحب، وضج منبره مما يدور به من زخرف القول والتزييف في الخطب، يقوم فيه دعي القوم ينصحنا بالصمت، والناس في التنور كالحطب، فإن شكونا فإن النار موعدنا، وإن سكتنا فطوفان من الكرب، وإن سألنا لما نشقى به سببا فالكفر أن يسأل السلطان عن سببي. الله، أعد متفضلا البيت الأخير. فإن شكونا فإن النار موعدنا، وإن سكتنا فطوفان من الكرب، وإن سألنا لما نشقى به سببا فالكفر أن يسأل السلطان عن سببي. الله أكبر. لعنت من باع للطاغوت شيبته وكل هيبته للعيش كالذنب، يقوم كالديك بين الناس منتصبا وفي حما هبل يجثو على الركب، خابت فتاواك، يقوم كالديك بين الناس منتصبا يا سلام. وفي حما هبل يجثو على الركب، خابت فتاواك يا مفتي البلاط،
ومن يجعل هواه إلها عنده يخبي. أحسنت. الدين ليس عمامات مكورة وتحتها رأس شيطان بثوب نبي. الدين جاء به الوحي الأمين هدى، وليس إيحاء مأفون لمضطرب الدين. يا شيخ نفديه بأنفسنا، فكيف ترخصه للفوز باللقب؟ تبت يداك بما قدمت من عمل. فالحق أبقى من الألقاب والرتب، إن تجعل الدين أحكاما مفصلة حسب المقاس. وما يأتيك من طلب، وإن جهدت لكي يرضى أبو لهب الله فلتطلب الأجر من حمالة الحطب. الله، وإن جهدت لكي يرضى أبو لهب فلتطلب الأجر من حمالة الحطب. يا سلام. يا من يحرم حرفا في حناجرنا، يا سلام، ولا يراه سوى نوع من الشغب، ألا يهزك صبغ الطفل منتحبا بين الركام بلا أم ودون أبي وقهقهات زنيم؟ إذ قضى وطرا من الصبايا ومرأى المسجد الخريب، بذلت جهدك في تمزيق وحدتنا حتى غدا الشعب آلافا من الشعب. وأنزل الله في القرآن واعتصموا، فرحت تقلبها رأسا على عقبي. ألم تكن وأعدوا آية نزلت على نبي الهدى في محكم الكتب، وفيه لا تركنوا للظالمين. فهل جاء الكتاب لنا للهو واللعب؟ لا والله. وقد ركنت إليهم في تقلبهم، يا سلام. فلترتقب عن قريب شر منقلب. فليرتقب عن قريب شر منقلب، كل ظالم، كل معتد، كل متجبر. أحسنت يا أستاذ نائمون. أحمد، أحسنت كثيرا، بارك الله فيك. بعد هذه القصيدة العالية لابد من استراحة قصيرة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ومن ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم من جديد، وما زلنا في رحاب هذه الحلقة من بيت القصيد مع الشاعر السوري الأستاذ أحمد جواش. أستاذ أحمد، من جديد عدنا لك، والقليل من النقاش لا يضر. كيف يمكن للشاعر أن يسهم عمليا في بناء الحضارة الإنسانية وصناعة الفارق بحسب وجهة نظركم؟ أحبابنا، وظيفة الأنبياء كانت التبليغ بالكلمة. نعم. الكلمة، والمولى سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك. نعم. وبالتالي هذا البلاغ يكون المستقبل فيه واحدا من اثنين: إما أن يقول سمعنا وأطعنا، أو أن يقول لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يا سلام، صدقت والله. وبالتالي لأن من علم شيئا يصبح فيها بهذا الميدان وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، والعلماء ورثة. نعم. وبالتالي الذي من عليه ربنا جل في علاه بموهبة الكلمة الشاعرة، نعم، عليه إذا أراد أن يكسب خيري الدنيا والآخرة، نعم، أن يوظفها في البلاغ. الله. وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. يا سلام. نعم. إذن هذه هي الغاية، الإصلاح، هذه هي الغاية، التبليغ،
أن يواصل الشاعر مهمة الأنبياء من أجل أن يرتقي بالناس دنيا وآخرة كذلك. نعم. طيب أستاذ أحمد، ما قولكم في بعض المثقفين الذين يظنون أن الثقافة حصرا أو تنحصر فيما ينجزه الغريب البعيد وليس في ماضي أمتنا التليد، ما قولك بهؤلاء؟ المصيبة أو جوانب المصيبة عديدة وكثيرة. تفضل اشرح لنا وبين. منها حرب المصطلحات. أزعم أن كلمة ثقافة ومثقف نعم ظلمت كثيرا بيننا، فصار يسبغ هذا المصطلح، هذا اللقب، على الكثيرين ممن ليسوا أهلا له. الله عليك. ثقف يثقف، أقام يقيم، أقام الإعوجاج يعني. ثقف يثقف. وبالتالي أزعم أن كلمة مثقف لا تكون صادقة إلا على ذاك الذي حول الفكر إلى سلوك، حول القول إلى فعل. يا سلام. إذا انسجم قوله مع فعله يكون بإذن الله من المثقفين الذين استقاموا. لكن ماذا عن أولئك الذين يرون أن كل المعرفة، كل كنوز الثقافة الإنسانية تكمن فقط فيما أنتجه وأنجزه الغريب البعيد الأجنبي، وتراهم لا يكترثون لموروثهم وماضيهم التليد الذي يعني قدمته هذه الأمة وكل يعني كبارها من المثقفين والشعراء والأدباء؟ أركز كثيرا على وضوح الهوية. أحسنت. وضوح الهوية يطرح الإنسان سؤالا على نفسه، من أنا وما هي وظيفتي؟ أحسنت. فإذا كان قد حدد بصدق هويته، ولا هوية صادقة إلا أن يقول أنا عبد وسيدي هو الله. أما إذا اختار إلها غير الله، والآلهة كثيرة متعددة، الآلهة الباطلة، وأوسع الآلهة انتشارا الآن هو الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. الله، هؤلاء الذين يغرمون بكل بريق وإن كان خلبا، يغرمون أو يجرون وراء أي ناعق. أحسنت كثيرا والله. ولو كان يقودهم إلى الهاوية، هؤلاء لست منهم وليسوا مني. أحسنت كثيرا أستاذ أحمد، ما شاء الله، يعني حتى أن مقالك لا يقل جمالا عن شعرك العالي بأدائك الجميل وأسلوبك الممتع الأصيل، كلمة وفكرة وانتماء. نريد قصيدة جديدة، لكن خفض على نفسك قليلا وحاول أن تقرأها بهدوء. أنا أعلم أن النص أحيانا يدعوك إلى الانفعال، يأخذك إلى ما يعني ينبغي أن يتضح من معانيه السامية، ولكن حاول قدر المستطاع أن تخفف عن نفسك. بارك الله بكم، حفظك الله. فوالله إن لديك من الهمة ما يتجاوز الكثير من الشباب، معرفة وخبرة وأداء وأسلوبا وإحساسا وصدق كلمة ونور هدف. تفضل أستاذ أحمد. يروى عن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عندما عجزت الحكمة أن تعالج جهل الجاهلين، نعم، قال ردوا الحجر من حيث جاء فإنه لا يفل الحديد إلا الحديد. الله. من وحي هذه المقولة قلت تفضل، لا يفل الحديد إلا الأحد. الله. فتمرد وليسقط المستبد، وتفرد بالمعجزات يقينا ما لأمر أردته أن ترد.
وتمدد كالمزن، إن ظماء من رؤانا قد آدهن الأشد، ليس عيبا أن ينبو السيف، لكن ألف عيب أن يرهق السيف غمد. الله عليك. ليس عيبا أن ينبو السيف، لكن ألف عيب أن يرهق السيف غمد. ليس عارا أن تكبو الخيل يوما، مقتل الخيل في الميادين قيد. الله، يا سلام. كم صبرنا نستمطر الحلم وعدا وهرمنا، وما تحقق وعد وانتظرنا نشتر أمسا بعيدا، كلما هم بالدنو يند. لو عرفنا من نحن ما كان فينا من يماري، وقد تأمر وغد. يا قريش الأحزاب، يا ألف حزب، هل نماكم على العداء معد؟ حاول أن تخفض الورق قليلا أثناء القراءة أستاذ أحمد، لا عليك. ذاك حلف الفضول يا سلام. أصبح ذكرى، وابن جدعان صابئ مرتد. لا ترى العين غير جمع غثاء يتسلى بقتلهم يزد جرد. ويهودا والسامري وجند ليس تحصى جموعهم أو تعد. أين جيل كالسيف يمطر عزا، ذروة العز وهج سيف وزند. الله، ذروة العز وهج سيف وزند. أين عصر النجوم؟ أين الغيارى؟ أين ابن الوليد؟ أم أين سعد؟ لم يعد في البلاد إلا اليتامى وجلود على العظام وبرد. فاركب الصعبة، إنما العمر يوم هو يوم الخلود. إن جد جد والله. واجمع المجد، لا يضيرك بعد لمداه، فأنت للمجد حد. واجمع المجد لا يضيرك بعد. واجمع المجد لا يضيرك بعد لمداه، فأنت للمجد حد. الله. أحرق الشمس، لا تكن عبد شمس، بئس الاسم الفسوق إن قيل عبد. وانتظرهم وليعلموا عن يقين، ليس مما يريده الحر بد. ليس مما يريده الحر بد. لا فضفوك. نعم. أستاذ أحمد، ما شاء الله عليك. أستاذ أحمد، إلى أي مدى ترى حضرتك طبعا أننا مقصرون بتراثنا، تاريخنا، موروثنا الثقافي من حيث الاطلاع وكذلك الاتباع؟ أحبابنا، بارك الله بكم، في حواراتي الكثيرة مع أحبابي الكل يعترف بالتقصير، الكل يعترف بالتقصير، تقصير، والاعتراف سيد الأدلة. وبالتالي إذا اعترف المريض بمرضه، نعم، فلماذا لا يخطو خطوة واحدة نحو عيادة الطبيب والعيادة مفتوحة ليلا نهارا؟ يا سلام. الاعتراف بالمرض ينبغي أن يدفع صاحبه إلى تلمس العلاج. أصبت والله. والعلاج مبذول مبذول مبذول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الاعتراف بالمرض لا يكفي، المطلوب خطوة واحدة، خطوة. وعمري كله فيه أكثر من تجربة في هذه الخطوة،
كم جاءت به من ثمار. يا سلام. نعم. طب أستاذ أحمد، ما المطلوب من الشعراء خصوصا والمثقفين عموما، يعني حتى يصلح حال الأمة التي ينتمون إليها؟ ليس الأمر قصرا على الشعراء والمثقفين، قلت قبل قليل كل إنسان رضي لنفسه أن يكون عبدا لله عليه أن يوظف كل إمكاناته، كل ما وهبه ربنا سبحانه وتعالى من إمكانات أن يوظفها لتحقيق هذه العبودية. والشعراء، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى وساما في الشعر لشاعره سيدنا حسان، وكان يقول له أهجهم وروح القدس معك. كانت كلماته أشد عليهم من وقع النصال. نعم. وبالتالي على هذا الإنسان الذي وهبه الله سبحانه وتعالى هذه المكنة أن يوظفها، نعم، في سبيل القضية التي يؤمن بها، قضية الأمة، وبخاصة أن الجرح الآن غائر والدماء تنزف وفي كل أرض الله بات المسلمون يلاحقون. يا الله، أحسنت كثيرا أستاذ أحمد. أكيد متواصلون، لكن لابد من فاصل. مشاهدينا الكرام، بعد قليل نعود من جديد. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المشاهدين أينما كنتم، ما زلنا في رحاب هذه الحلقة من برنامجكم بيت القصيد، ومعنا عبر الإنترنت الشاعر السوري المميز حقنا الأستاذ أحمد جواش. أستاذ أحمد، من جديد مرحبا بك. يعني قبل أن نكمل حديثنا وقبل أن تقرأ لنا القصيدة التالية، حدثنا قليلا عن واجب المسلم تجاه أخيه المسلم الذي ينزف من دمه، الذي يتعرض إلى جراحات شتى في القرن الحادي والعشرين. تفضل أستاذ أحمد. وصف الإنسان بأنه مسلم يقتضي أن يمارس مقتضيات هذا المصطلح، هذا الوصف. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. نعم. قلبي في غزة. يا سلام. والله لا أقول إلا ما أؤمن به. قلبي مع كل إنسان مظلوم، مسلم أو غير مسلم، مع كل إنسان مظلوم يعاني من سياط الظالم. ليست غزة وحدها، وإن كانت غزة هي القمة وهي الشرف، إنما في كل البقاع المسلم بين مطرقة يهودا وسندان الأنظمة. يا الله يا الله يا الله، أجدت وصفا والله أستاذ أحمد، صدقت. أستاذ أحمد، يعني وجدتك يعني أثناء إجاباتك يعني تستشهد كثيرا بآيات من القرآن الكريم، وهذا يحيلني إلى سؤال لابد من طرحه على حضرتكم. يعني لا يمكن أن تختمر فكرة الشعر في نفس أي شاعر ما لم يقرأ القرآن الكريم ولم يتذوق مدلولاته ومعانيه السامية، قولك في هذا؟ نعم، تفضل. كون الإنسان إذا أراد أن يكتب الشعر إلى جانب الموهبة، نعم، والأذن اللاقطة للنغمة، للتفعيلة، للموسيقى، إلى جانب ذلك كله، وقبل ذلك كله أن تكون عنده ثروة لغوية. جميل. وهذه الثروة لها مصادر كثيرة، على رأسها الكتاب المهيمن، وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يا سلام، كتاب ربنا. يا سلام، ما أجمل هذا المعنى. لديك من الفتوح في المعاني للأمانة ما يثلج الصدر.
إذن القرآن هو الكتاب المهيمن. هذا حسن ظن، أرجو أن أكون أهلا له، أنا أقل من ذلك بكثير. نعم. بل أنت أهل له، وحق لمثلك أن نباهي به أستاذ أحمد. إذن القرآن الكريم مهيمن على ما سبق وما لحق من الكتب. نعم. وبالتالي فإن قراءته على المسلم وغير المسلم من المشتغلين باللغة العربية قراءته فرض عين. إذا كان هذا المصطلح يعني حقيقة لا مصطلح فوقه فهو فرض عين، وأعتقد أنه أكبر من أن يكون فرض عين. يا سلام، هي العبادة. والله أحسنت كثيرا وشوقتنا إلى جديدك الشعري. نريد أن تقرأ علينا قصيدة جديدة لا تقل جمالا عما سبقها. تفضل أستاذ أحمد، جاهزون لنسمعك مرة أخرى. من خلال علاقتي بغزة، وغزة التي جعلت من نفسها حصناً، نعم، لمسرى النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، وكانت من بناتها من نسائها خنساوات كثر، فهي بين خنساء غزة وبين ابنها سعد كانت هذه الحوارية، أخذا من بعض القول الموروث أنجو سعد فقد هلك سعيد. تفضل. إلى أين الأم تقول، إلى أين والجودي أدمى المراسية، وسيل مآسينا يميد الرواسيا، وحوش كقطع الليل، والفجر نازف، وعصف رياح الموت، من فك عاتيا، وما الرأي إلا أنج سعد، فقد قضى سعيد، وما أدري إذا كنت ناجيا. فيرد عليها سعد: حنانيك ولتصغي لما أنا قائله، وأصدق قول المرء ما هو فاعله، وهذا أوان الشد، فليقعد الذي يهون عليه أن تهان حلائله. الله، وهذا أوان الشد، فليقعد الذي يهون عليه أن تشد حلائله. إذا كان لا يجدي الفرار من الردى، فقد خاب من يجني عليه تخاذله. ألم ترضعين الجود بالنفس عزمة، إذا ذر قرن الشر أو بان بازله، وعلمتني أن أجعل العز مئزراً، وأعبر بحر الخوف لو شط ساحله. الله، ما أجملك يا أستاذ أحمد. جحيم زفير الأرض، والثأر صيب، وصوت عذاب يحمل الموت وابله، ويكفي سعيداً أنه مات واقفاً ينازل أشباح الردى وتنازله. ويكفي سعيداً أنه مات واقفاً ينازل أشباح الردى وتنازله، وحسب العلا والمجد أن رجالنا يحيلون قفر الرمل خضراً سنابله، ويهدون وجه الأرض أزكى دمائهم، تبارك مبذولاً وبورك باذله. الله 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 الله، تبارك مبذولاً وبورك باذله، تبارك مكتوباً وبورك قائله. بارك الله بكم.
سنجعل من وهج الجراح مشاعلا بها يهتدي من إن ضيع الدرب سابله. سنجعل من وهج الجراح نعم مشاعلا بها يهتدي إن ضيع الدرب سابله، ونبني من الأشلاء بيتا مقدسا يطوف به من ناء بالذنب كاهله، ونهزم هذا الليل مهما تطاولت سويعاته أو أرهق الأرض باطله. سنبعث أرواح الضحايا زلازلا وقارعة كي يعرف الحق جاهله. الله أكبر، ما شاء الله. سراب سواد الليل والفجر حتفه، ومهما تمط الظلم فالعدل قاتله. سنرجع يا أماه آذار ضاحكا تغرد بالفتح المبين بلابله. يا سلام. ونقطف إحدى الحسنيين شهادة أو النصر تمرا جن بالطعم آكله. يا سلام. فتقول له أمه: فديتك سعد الخير. نعم، فديتك سعد الخير. أدري بأنني فطنت عزيزا لا يهاب العواديا وما ارتبت، لكني طمعت بآية على العزم حتى يطمئن فؤادي. فأجزلت بالآيات حتى جعلتني أرى قاصيات الأمنيات دوانيا. فأطلق سأتخذ الخنساء في العز في الصبر أسوة. نعم، سأتخذ الخنساء في الصبر أسوة. يا سلام. وأجعل من ذات النطاقين آسيا. فأطلق خيول الشمس ملت قيودها، ومن داجيات اليأس هات الأمانيا. وأرجع إلى هذه الربوع ربيعها لنلقى سعيدا حين نلقاه راضيا. لنلقى سعيدا حين نلقاه راضيا. نسأل الله لك الرضا دنيا وآخرة أستاذ أحمد، وأن يطيل عمرك وأن يسبغ عليك نعمتي الصحة والعافية حتى يعني تثري العربية بالكثير من الآلئ الثمينة والكنوز العالية التي تصدر عن بهي رفيع القدر مثل حضرتك. أستاذ أحمد، حدثنا قليلا عن إصداراتك الأدبية والشعرية وكذلك طموحاتك والقادم من الإصدارات، تفضل. أحبابنا، أزعم أيضا، تفضل، ودائما أكرر أزعم لأنني أخشى من الكذب. حشاك، تفضل. من أكثر من 50 سنة، ما شاء الله، أكثر من 50 أقول وأرجو أن أكون صادقا، لم يمر علي يوم واحد دون قراءة أو كتاب. ما شاء الله. القراءة هي العشق، وبالتالي من أكثر من 50 سنة كنت أحاول أن أقرأ القرآن الكريم قراءة على بصيرة، قراءة بلاغية. يا سلام. ومن خلال هذه القراءة أدون بعض الملاحظات، ملاحظات، ملاحظات، حتى اجتمع الكثير من هذه الملاحظات. نعم. فرغبت أن أخرجها للنور تبسيطا، ولا أزعم أنني آتي بجديد. نعم. إنما الجديد هو أسلوب العرض، لأن علم البلاغة يعني علم ليس مبذولا للعامة، هو علم تخصصي. حاولت أن أعرض ما في آيات، ما في تلمسته من آيات الكتاب الكريم من بلاغة بأسلوب أرجو أن يكون
ممكن الوصول إلى أكبر شريحة من القراء. وهو كذلك إن شاء الله. فكانت هذه الإصدارات قراءة بلاغية لآيات الكتاب الكريم، وقفات بلاغية، نعم. إنما إلى جانب ذلك أغراني وما زال يغريني بعض ما أراه من انحرافات فكرية، انحرافات فكرية. فحاولت أن أكتب أو أن أصحح، وأهم هذه الانحرافات تلقف المصطلحات وترديدها دون إلقاء بال لها. يا سلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، ورد عنه: رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا تهوي به في تهوي به جهنم في 70 خريفا. 70 خريفا. نعم، فهذه المصطلحات حاولت أن أكتب فيها تحت عنوان مصطلحات واجبة التصحيح. ما زالت هذه الكتابات عظيم والله. مخطوطة، ولم يقدر لي أو لم أستطع أن أنشرها لظروف كثيرة، منها مقتل أحد أولادي وترك لي أيتاما، كنت أقول إن أي قرش هم أولى به من ما يعني من هذه نسأل الله له النفقات التي تكلفني. الرحمة ولك العون، وأن يرزقك المزيد من القدرة وقوة الظهر أستاذ أحمد، وإن شاء من الله خلال عملي تستطيع أن التحريري، تطبع هذه الإصدارات التي عملي تستحق أن بهدائي. تزين المكتبة العربية والعقول الإبداعية كذلك، لا المكتبة فقط. من خلال عملي في التعليم كانت تستوقفني أو تستوقفني الاختلافات الإملائية، فكتبت يعني أيضا مخطوطا وأرجو أن يعني يرى النور قريبا تحت عنوان نحو وحدة عربية إملائية، على الأقل إملائية. نعم، وعرضت قواعد الإملاء التي أراها بأسلوب أرجو من المولى سبحانه وتعالى أن أكون شيقا. نسأل الله لك التوفيق أستاذ أحمد، سعدنا جدا بك في هذه الحلقة، وصلنا إلى الختام، في الختام ماذا تود أن تقول؟ أقول جزاكم ربي عني كل خير أن جعلتم هذه الفرصة لي لإيصال كلمة، أرجو أن يقدر لي ربي يقدر لها ربي الوصول بإذن الله إلى الآخر لعلها تكون نافعة. نسأل الله لك طول العمر وجديد الإبداع وجميل الإقناع، وأنت على ذلك قيم وعليه قادر بإذن الله. شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد جواش، الشاعر السوري المبدع حقا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، دائما وأبدا كونوا في أمان الله، إلى اللقاء.